شفنا اهتمام جنوب افريقيا كلها شعبيا ورسميا حتى بتعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. بيتسو موسيماني بالمناسبه استدعى مواطنه جونسون، كان المدير الفني لاورلاندو بيراتس، استدعاه مدرب عام للاهلي، وزي ما الراجل جونسون قال يعني بيتسو بلغني انه بيقود مشروع كبير جدا مع النادي الاهلي المصري ومحتاج مجهودي او محتاج وجودي معاه، فكان لازما اجي واشاركه في هذه التجربه المهمه. زي ما قلنا لكم الاهلي بيقود مشروع كروي كبير. كابتن شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي، رئيس اللجنه الفنيه السابق في الاتحاد الافريقي، كان اشار الى انه بيتسو موسيماني كان واحد من اللي اهتموا بحضور كل دورات الترقي في الاتحاد الافريقي والحصول على رخص التدريب اللازمه. شط له رأي مهم في بيتسو موسيماني، قال انه بيتميز بثلاث حاجات: مدرب يعني نزعته هجوميه شديده دايما وابدا بيميل للعب الهجومي الصريع، وقال انه كشخص وكانسان سماته الشخصيه انه لا يلهث وراء المال وعنده شخصيه قويه جدا واصرار في اداء عمله. دي ملامح شخصيه بيتسو موسيماني في تقدير الكابتن شط. ما هو شط اعرفه كويس لان شط كان مدير فني بيعمل تقرير عن صحيح البطولات عناصر اللعبه في افريقيا كان صحيح.